فضيلة الشيخ وفقكم الله، غسل الجمعة هل يكون كافيا عن الوضوء؟ نعم، الغسل المشروع يكفي عن الوضوء إذا نوى دخول الوضوء فيه، يكفي ما دام أنه مشروع. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.